أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي خلال مؤتمر صحفي عن تقديم كل التسهيلات اللازمة بالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات للوسائل الإعلامية المحلية والدولية لتغطية الشعائر الدينية في زيارة عاشوراء وزيارة الأربعين في مدينة كربلاء المقدسة. نستقبل شهر محرم وكذلك أضواء الثورة الحسينية وبدء الزيارات المليونية، كل هذا طبعا احنا في كربلاء المقدسة نوجه التقدير العالي والشكر إلى كل الإعلام والإعلاميين الذين يؤمنون بأن تصل رسالة كربلاء المقدسة، هذا الرسالة السامية، رسالة المبادئ، رسالة العقيدة، الرسالة الإنسانية. كربلاء مدينة عالمية، كربلاء فيها رسالة إنسانية عظيمة، كربلاء فيها رسالة مبادئ، رسالة قيم، رسالة اليوم من كربلاء تنطلق إضافة إلى ذلك رسالة النجاح. كربلاء اليوم قصة نجاح على كل المستويات، الحمد لله. هذه المحافظة اليوم طبعا تتميز في الإعمار والبناء والخدمات والتنمية والأمن، وتتميز بخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام، وتتميز بعلاقاتها الطيبة مع كل من يصل إلى هذه المحافظة. اليوم نلتقي بهذا الملتقى الإعلامي الأول اللي يركز على رسالة كربلاء، اللي يركز على التعاون الحقيقي. واحدة من مهامنا الأساسية هو أن نمكن الإعلام والصحفي، نمكنهم من أداء مهامهم. واحدة من مهامنا الرئيسية أن نمكن صاحب طالب الحقيقة أن يصل إلى الحقيقة. واحدة من مهامنا الرئيسية نحن والإعلاميين على حد سواء أن نوصل رسالة أمل حقيقية للجمهور، أن نوصل رسالة حقيقة واضحة للجمهور، أن نقف عند مواطن التقييم والتقويم لحالات معينة قد تحتاج إلى رصد من عدة زوايا. طبعا هذا كله أكيد من خلال رسالة المهنة، من خلال رسالة الحقيقة. احنا كمحافظة ومع هيئة الإعلام والاتصالات راح يستمر تنسيقنا العالي في سبيل تمكينكم وتمكين كل وسائل الإعلام الهادفة من أداء مهامها، وكذلك حتى نوصل هذه الرسالة الطيبة عن محافظة كربلاء المقدسة، هذه الرسالة العظيمة، الرسالة الإنسانية، الرسالة القيمية، وكذلك رسالة الإعمار من كربلاء المقدسة.